تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وإشراف معالي وزير الثقافة والسيد والي ولاية باتنا، محافظة مهرجان تيمقاد الدولي بالتعاون مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام تنظم الطبعة 38 لمهرجان تيمقاد الدولي بمشاركة ألمع نجوم الأغنية العالمية العربية والجزائرية في الفترة ما بين 12 إلى 19 جويلي 2016 ابتداء من الساعة 10 ليلا بالمسرح الجديد بالمدينة الأثرية تيمقاد باتنا. مهرجان تيمقاد الدولي بمساهمات مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام، عش ثقافة العالم عن قرب.